أنا رئيس اللجنة البنية التحتية هو مسؤول، ولكن أنا خلي دابا عود جامعي كمتتبع رياضي خصنا نصلحوا البطولة ديالنا، وهذا الشيء كيخصوا الأندية والعصبة الاحترافية هما اللي خصهم يصلحوا البطولة الوطنية، لأن الجامعة عطاتهم التسيير وعطاتهم الحرية باش يسيروا الاختصاصات ديالهم وحقهم هذا، وعملوا انتخابات ديالهم تشريعية، هما اللي يعني ماشي تشريعية، الانتخابات ديالهم اللي هي اللي يمارسوا فيها. إذا كنتمنى للفرق الوطنية أنه تكون دماء جديدة ويكونوا الرؤساء يحيدوا عليهم هذا البلوكاج اللي كاين، هذه الكريديات بالانتدابات بحال دابا انتم اللي كتاثر عليكم، هو الفريق ما عندوش باش ينتدب باش يجيب، لا الفريق خصو يخدم في التكوين الا بغى يمشي بعيد، وخصو يرجع للتكوين ديالو لان ما عندوش الماده باش يشري اللعابه، وان شاء الله ما يكون غير الخير. ملعب بن سليمان راه هو تابع لمركب مولاي عبد الله، كما اللي غيسري على مركب مولاي عبد الله، الملعب طنجه، الملعب دكادير، ملعب مراكش، ملعب فاس، غادي يكون ملعب بن سليمان احسن ملعب كيتوجد دابا حاليا في العالم، وغادي يكون فيه 115 الف متفرج ومن احسن ما كاين ان شاء الله. غنجيبوا لكم نعملوا لكم في الدار تنقل فين بن سليمان بعيده؟ لا لا ابدا، شو غتكون تما قريه رياضيه، غتولي وجهه رياضيه ومعتاد عليها باش تمشي ليله كل سيمانه، انت براسك غتبدا تمشي، وخا تمشي على رجلك وما تخليهاش.